السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم شباب؟ شوفوا الآن عندي لوحة تحكم حبيت أورجيكم إياها لتشغيل 6 مضخات مياه. هلا مثل ما شايفين هون عندي 6 مفاتيح، عندي كل مضختين بيشتغلوا مع بعض وبيصير تبديل بين كل مضختين. هلا هو كان الأفضل إنه يكونوا ب3 لوحات تحكم، لكن العميل هيك طلبهم لأنه مركب المضخات كلهم جنب بعض بيسحبوا من خزان واحد ولهم تغذية وحدة، فمشان هيك كلهم جمعناهم بصندوق واحد. طبعا مثل ما شايفين الصندوق بلاستيك لأن الموقع قريب من البحر، مشان هيك صندوق الحديد ما بيمشي حاله، لازم بلاستيك أو ستانلس ستيل. فاللي موجود الآن البلاستيك، صندوق حماية IP66، مثل ما شايفين هون عندي بلاستيوم IP66. عندي هون مفاتيح للتشغيل، إما تشغيل يدوي هاند أو تشغيل أوتوماتيكي. طبعا بالنص بيكون إيقاف ل6 مضخات، مثل ما شايفين هون حاطط المجموعة الأولى الثانية الثالثة. بعدين عندي هون لمبات بيان رن وتريب، وهون كمان عندي لمبة باور أون فيس فيلر ولو ليفل. مثل ما حكيت لكم هو في خزان واحد، فعندي لمبة لو ليفل وحدة اللي هي حماية من الدوران الجاف لكل المضخات، وعندي كمان حماية فازات وحدة لكل المضخات. خلينا نشوف من الداخل. طبعا عندي الكهرباء 3 فاز 220 فولت، موجود بالسعودية 3 فاز 220 فولت. لو قسنا الكهرباء بين الفاز الأول والثاني 220 فولت، بين الثاني والثالث 220. القطع كالتالي، طبعا هون عندي كونتاكتورات لازم 6 كونتاكتور، وهون قاطع المحرك مع النقطة المساعدة تبع التريب، كلهم هدول من شنايدر. عندي هون قاطع لدائرة التحكم، عندي هون أجهزة تبديل. مثل ما حكيت لكم بالبداية كل مضختين ببدلوا مع بعض، فمستخدم جهاز واحد للتبديل بين المضختين رقم 1 و2، ونفس الشيء المضختين 3 و4 والمضختين 5 و6. عندي هون حماية الفازات من نقص أو انقطاع أو عكس الفازات أو انخفاض أو ارتفاع الفولت، كلها هي بجهاز واحد. عندي هون ريليتين، وحده بتشتغل من العوامه اللي بالخزان اللي هي دراي رن بروتكشن. عندي هون ريلي ثانيه، هي بتشتغل من تايمر الزراعي او تايمر السقايه، تجينا اشاره 24 فولت حاطينه هون مؤقت الري، بشغل هي الريلي. هي الريلي راح تفصل المضختين رقم 4 و5، هدول بصيروا يشتغلوا بس في حال أو في أوقات السقاية. عندي هون مكان توصيل التيرمينال. طبعا هون المضخة الأولى، عندي أول مضختين 3 حصان، وعندي المضخة رقم 4 ورقم 3 و4 5 حصان، والمضختين رقم 5 ورقم 6 3 حصان. طبعا مجمعهم بهذا الشكل. عندي هون مفاتيح الضغط عشان التبديل بين عمل المضخات رقم 1 و2 مثلا، في حال تشغيل اوتوماتيكي بصير يبدل كل مرة بتشتغل مضخة. في حال وحدة من المضخات كانت شغالة وعملت تريب تنتقل للمضخة الثانية، طبعا هذا من خلال جهاز التبديل اللي هو HSRS. عندي هون الباب، مثل ما شايفين مجمعين الأسلاك بهذا الشكل ضمن هذا الترنك. هذه هي. هلا راح نشغل الكهرباء. شغلت اول شيء القاطع الرئيسي، بشغل القواطع، قاطع المحرك. طبعا هدول الموديل GV2. هلا مثل ما شايفين هون مختار GV2ME16، بيجي من 9 ل 14 امبير. هي بالنسبه للمضخات ال3 حصان. مضخات ال5 حصان بيختلف الرقم، بيجي عندي من 13 ل 18 امبير. GV2ME20. نفس الشيء كمان الكونتاكتورات، هون مستخدم كونتاكتورات 12، هون كونتاكتورات 18، وهون كمان 12. طبعا قاطع دائرة التحكم 6 امبير، تشغلوا بهذا الشكل. هلا اول ما نشوف على الباب بيكون عندي لمبة لو ليفل، يعني ما في مي بالخزان لان اصلا ما موصلين عوامي. فهلا راح اتجاوز هي المشكلة، منشغل الريلي بهذا الشكل.
هلا بصير عندي إمكانية إني أشغل المضخات، مثل ما شايفين على تشغيل يدوي أو هاند كلهم بيشتغلوا. وهلا أي مضخة كانت شغالة وعملت تريب من خلال القاطع، مثل ما حكينا هذا قاطع اللي هو الجي في 2 ام اي، قاطع محرك فيه حماية من الشورت سيركت وحماية اوفرلود. لو صار فيها اوفرلود راح يفصل القاطع وتشتغل اللمبة الحمراء على الباب، تعطيني لمبة بيان انه الان المضخة فيها مشكلة. طبعا راح يفصل الكونتاكتور وتفصل المضخة. نفس الشيء بالنسبة لباقي المضخات في حال التشغيل اليدوي. في حال تشغيل الاوتوماتيك مثل ما حكينا عندي كل مضختين بيصيروا يبدلوا بين بعض من خلال جهاز ال HSRS. هلا هون عندي رقم 2 مرتبط بالتايمر الري او تايمر السقاية، هلا هيك اشتغلوا. عندي S1 فاصل لان الكونتاكتور او القاطع عامل تريب، فهلا بشغل القاطع فعل المدخل الاول وفعل المدخل الثاني. هلا بما انه المدخلين S1 و S2 شغالين ففي امكانية اني اشغل المضختين. طبعا هذا الجهاز انا شرحت عنه فيديو سابق موجود بقناتي، لان ممكن الان عم احكي اصطلاحات ورموز البعض ما راح يفهمها، فممكن تشوفوا الفيديو تبع هذا الجهاز ممكن توضح الصورة بشكل اكثر. هلا مثل ما شايفين هون على التيرمينال لازم يتوصل مفتاح ضغط او عوامة بالخزان العلوي مثلا. هلا هدول اول مضختين راح يكونوا بيسحبوا من الخزان السفلي بودوا للخزان العلوي، هدول للسقاية وهدول لمضخات الضغط، ضغط المياه ضمن شبكة المياه. فاول مضختين لازم يتوصل عوامات او عوامة وحدة بتصير تشتغل مضخة وبيبدلوا بين المضخات بين بعض. هون كمان لازم يتوصل مفاتيح ضغط، وهون كمان على التيرمينال لازم يتوصل مفاتيح ضغط، اما مفتاحين او مفتاح واحد بكفي. مفتاح واحد بيصير مضخة تشتغل ومضخة تانية بترتاح، المرة التانية بتشتغل مضخة رقم 2 وبترتاح المضخة رقم 1. وفي امكانية لو اشتغلت المضخة الاولى لمدة 10 دقائق كاملة بتفصل وبتشتغل المضخة التانية. طبعا هون هذا الوقت فينا نعايره من خلال جهاز ال HSRS. هلا لو عملت كوبري على المدخل الاول، هلا مثل ما شايفين اعطاني P1 اشتغلت اللمبة الحمراء واشتغل الكونتاكتور. شوف على الباب مثل ما شايفين هلا هيك اشتغلت المضخة رقم 1. هلا لو فصلت انا البرشر ورجعت وصلت مرة تانية راح تشتغل المضخة رقم 2. هيك عندي اول جهاز ببدل بين مضختين. المضخات الثالثة والرابعة والخامسة كمان نفس الشيء، فيهم جهاز تبديل لتبديل عمل المضخات مثل ما شايفين بهذا الشكل. ولو صار مشكلة بأحد الفازات او عكس او نقص حماية الفازات راح يفصل اللوحة كاملة، وكمان اي مشكلة بالمي يعني ما في مي بالخزان كمان راح تفصل اللوحة كاملة. فنفترض الان المضخة رقم 1 شغالة من مفاتيح الضغط يعني تشغيل اوتوماتيكي. هلا اي مضخة شغالة رقم 2، سوي تريب على رقم 2 نمبر 2 نمبر 2 صار سوي ريست اول. ايوه سوي تريب، مثل ما شايفين عندي رقم 2 عامل تريب، سوي ريسيت سوي تريب نمبر 1. مثل ما شايفين بشكل اوتوماتيكي بينقل من المضخة اللي عملت تريب للمضخة الثانية اللي هي مضخة مساعدة او احتياطية. نفس الشيء كمان بالنسبة لباقي المضخات. هاي بالنسبة للوحة وطريقة عملها بشكل كامل. هلا شوفوا بالنسبة لطريقة التوصيل، انا عندي هون قاطع الكنترول او قاطع دائرة التحكم. انا عندي هذا المخطط لسه مو جاهز 100% بس بطريقة يعني، لان هدول مكررين كل مضختين بيشتغلوا مع بعض. هلا عندي مثل الباور اون اخذ لفاز ونيوترال، بعدين عندي اللي هي اللو ليفل او لمبة اللو ليفل، عندي هون عوامة هاي الفلوت سويتش
اللي بتكون بالخزان، فلما تكون العوامي للأعلى يعني في مي بالخزان بتشغل لي ريلي رقم واحد. بعدين من الريلي رقم واحد باخذ نقطة مغلقة وبشغل لمبة اللو ليفل. بعدين عندي هون الفيس فيلر، الفيس فيلر هي الريلي تبعيته رقم 2 و1 و3. طبعا الثلاث فازات بيكونوا داخلين من الجهة الثانية للجهاز. عندي إما بتشتغل لمبة الفيس فولت لما يكون في مشكلة بالكهرباء، أو بيعطيني بيخرج كهرباء من رقم 3 اللي هي الريلي. بعدين بيروح على R1 مشان يعني أي مشكلة بالفازات أو ما في مي بيفصل رقم 2، يعني هذا رقم 2 بيصير ما في عليه كهرباء. هلا بنروح على الصفحة الثانية. مثل ما قلت لكم مخطط لسه مو جاهز كامل، بس لأنه مكرر يعني عندي أول مضختين بيشتغلوا مع بعض، مضختين اللي بعدهم واللي بعدهم كمان، كل مضختين بيشتغلوا مع بعض، فنفس هاي الفكرة راح تكون مكررة مرتين تانيات. هلا هون عندي مثل ما شايفين رقم 2 اللي حكينا بيفصل في حال مشكلة بالفازات أو ما في مي، رقم 2 بيكون ما في عليه كهرباء فما في شيء هون بيشتغل بعد هذا، لأنه هون أخذ على الأوفرلود وهون أخذ الجهاز. فأول شيء عندي على الجهاز ال HSRS مشان يشتغل باخذ له فاز بشكل مباشر. بعدين هون عندي الأوفرلود رقم 1 و2 اللي هن هدول تبع الجي في 2 التماسات. من بعد الجي في 2 بيجي على المفتاح اللي هو السلكتر سويتش، مثل ما شايفين جاي على الأوتو وجاي على الهاند بالنسبة للمضخة الأولى، نفس الشيء كمان الأوفرلود الثاني جاي على رقم 2. بعدين هلا الأوتو بيدخلوا على مداخل الجهاز اللي هن S1 و S2. بعدين الهاند مثل ما شايفين الهاند بيجي بشكل مباشر لكويل الكونتاكتور، بيشغل كمان معه لمبة الران. عندي ال H1 اللي هو مخرج الجهاز، في حال شغلنا اوتوماتيك التشغيل بيصير عندي من ال H1، بيخرج 220 فولت فبيشتغل الكونتاكتور. نفس الشيء كمان بالنسبة للمضخة رقم 2، اما تشغيل مباشر من الهاند او تشغيل اوتو من H2 بيجي على اللي هو كويل الكونتاكتور مع لمبة الرن اللي هي لمبة التشغيل. هلا هون بالنسبة اما مفاتيح الضغط اللي هي اشارة التشغيل الاوتوماتيكي، عندي الجهاز لازم اوصل بين CP و P1 حتى يعطي امر التشغيل بالنسبة لرقم 1. وطبعا اذا فصل P1 ورجع اشتغل مرة تانية ورجع اشتغل فبصير يبدل بين المخارج اللي هنون H1 و H2. في حال توصل ال CP مع P1 و P2 بيشتغلوا المضختين مع بعض. هلأ هيك هاي بالنسبة للمضخة رقم 1 و2، ونفس الشيء بالنسبة للمضخة 3 و4 و5 و6 نفس الطريقة بالضبط. هلا انا هون عامله المكررات لان لسه بدهم تعديل الارقام، مثلا هون لازم يكون اوفرلود 5 و6، والسلكتر سويتش كمان لازم يتغير ارقامهم بهذا الشكل. هاي هي طريقة التوصيل بشكل عام. ومثل ما حكينا عندي حماية فازات وحدة بتفصل كل المضخات، وحماية من الدوران الجاف اللي هي دراي رن بروتكشن كمان بتفصل كل المضخات. بس هيك وصلت لنهاية الفيديو. يا ريت ما تحرموني من دعمكم، تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتدعموا الفيديو على الفيسبوك. كان معاكم علي وطوقاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.